اللي صار مع أنس، هو كان مروح من الشغل واعتدوا عليه جنود الاحتلال بالطريقة الوحشية اللي انتم شفتوها بالفيديو. طبعا أنس مروح بالشغل طبعا قام باستفزازه، وشوية يعني مناوشات صار بين أي شاب يعني بتناوش مع الشرطة، صاروا يضربوا البواريد على الشاحن اللي كان هو موجود فيها. ما اكتفوش من هيك، خلوه أجبروه إنه ينزل. طبعا هو حتى بالفيديو اليهودي بكله تريد انزل، يعني أصر إنه ينزل، وقاموا بالإطلاق يعني إطلاق النار عليه وما اكتفوش، وقربوا عليه كمان مرة بدهم يطلقوا النار، وأطلقوا كمان 3 رصاصات عليه. طبعا بعد ما أطلقوا النار عليه سمحوا للشباب إنهم يسعفوا، خلص اكتفوا يعني، طخوا بني آدم ومشوا وراحوا في حال سبيلهم. هذا دليل إنه أصلاً هو شو مسوي إشي، هو فعلياً لو مسوي شغلة صغيرة هالكد كان ما أصلاً ما تركوه، أطلقوا النار عليه وخلص راح، كأنه ما صار إشي نهائياً. ممنوع حدا يفوت عليه، عملوا له أكثر من عملية. يعني ندعو بس لله جميعنا، إحنا والأهل جميعنا يعني مجتمعين عشان أنس إن شاء الله، وبدنا منكم أنتوا كمان تدعوا لأنس اللي بتشاهدونا، تدعوا لأنس بالشفاء العاجل إن شاء الله. طبعا أنس حاليا وضعه الصحي شوي صعب، عنده يعني صاب عنده الكبد والكلى والرئتين وعنده تقريبا كسر في الحوض، بيعاني من كثير إصابات، إن شاء الله ربنا بيشفيه وبعافيه.